السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم الجمعة 18/2/2022، نحن الآن بسوق الحلال في مدينة معرة مصرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. دعمونا حتى نوصل 30,000 مشترك. إذا أعجبكم الفيديو حطوا لنا لايك واتركوا لنا رأيكم بالتعليقات. ما شاء الله تبارك الله، اليوم السوق يا شباب ما شاء الله خلق ورزق، أتوقع يكون أحسن من امبارح. امبارح كمان السوق كويس يا شباب، بإمكانكم تشوفوا فيديو امبارح، فيديو سوق الحلال في مدينة الدانة. اي نعم ما شاء الله تبارك الله، شوفت عندكم يا شباب السوق مليان ما شاء الله خلق ورزق. اليوم السوق شبير والله. إذا يا شباب يعني تنشرون الفيديو على المجموعات عندكم أكون ممنون لكم. يعني اللي عنده جروب، عنده مجموعة تجارية يعني سواء أغنام ولا غيره، تنشر لنا رابط الفيديو على المجموعات عندك على الواتس. ما شاء الله تبارك الله، السوق مليان خلق ومليان رزق ما شاء الله. اليوم السوق أحسن من امبارح. هلا الخرفان موجودات عند أخونا الدلال أبو وائل فيصل. تحياتي لك أبو وائل، الله يسعدك، الله يسعدك. لسه ما بلش السوق لسه. والله خلاص وصلناها ب 13. عمين بعد فيه 1100 ليرة. أيوه جايتوني 1100 وصلناها. اي نعم هذا الخرفان موجود. ايش قد اوزاننا ابو محمد برايك؟ والله اوزانه تقريبا يعني ب 30 ب 30 هو انا تمام معروف ب 30 قام يندفع بين 1100 ليره تركي يا شباب وما انباع عند الدلال ابو وائل. كويس السوق كويس. قام يندفع بين 15 يا شباب هذا غالي عند اخونا ابو محمد اطراد. اي نعم قام يقول له 2000 ما قام ناش. يقول اندفع بين 18 ألف و 1802 ولا الواحد 1800 في نحن في اصلنا 22 الخروف ذاك الوسط. اي تنور الساعه. اي نعم اي نعم هذا لحم طيب كويس لحم كويس ما شاء الله ما شاء الله. وهذا شو هذا؟ هذا الاحمر جني. هذا شنو سنه؟ والله ما فرينا لازم يكون رباع العتل. ايه ايه ثني ثني ما شاء الله تبارك الله. ايش قد سومت ابو محمد؟ والله هذا عامل سومه 4000. ايش قد اندفع لك؟ ما اندفع لسه ما اندفع بشيء معناته السومه بعيد شوي. بهاي الرباعيه يا شباب ما شاء الله تبارك الله نعجة حارتشيه رباعيه يعني والده ثاني بطن يعني لساتها فتيه. الموسم الماضي والده اول بطن وهذا الموسم ثاني بطن ما شاء الله تبارك الله. عجة حارتشيه خشنه ما شاء الله تبارك الله، مواصفات ومميزات وخروفه طيب ما شاء الله. موجودة عند أبو فواز الجميلي. هنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قام يسومه فوق ال 500 دولار يا شباب. طبعا الرجال يعني على أرض الواقع يعني حتى إذا تحب يخبرك على حلالها ما في مشكلة يعني. الرجال قام يسوم سوم والنعجة طيبة والله، طيبة تستاهل والله. ما شاء الله تبارك الله. دحقوا لي عند الدلال أبو محمد أطراد ما شاء الله. شوف 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 ما شاء الله، شوف على الراس على المهاجير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هنا ما شاء الله تبارك الله. هاي موجودة عند أبو فواز الجميل يا شباب ما شاء الله، بزرة طيبة والله. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. عجة طيبة رباعية أول بطن ما شاء الله، عليها راس ورقبة. شوف يا شباب شوف 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 الشيء الحلو يبين يعني الشيء الطيب مبين لحاله. مهاجير اغلاظ مصوفات مهن جرد راس زين كبير ما شاء الله تبارك الله. خروفه حلو. اللهم صل على محمد. موجوده عند ابو فواز الجميلي. اللهم صل على محمد. اللي له بها مصلحه يا شباب يتواصل معنا نوصله مع ابو فواز. الرجال فوق ال 500 دولار سايمها. اني قلت اني منت عليه وقلت فوق ال 500 وهو سايم اكثر والله. هنا اللهم صل على محمد. شوف على الراس ما شاء الله، شوف على الراس. اللهم صل على محمد. وهذا خروف تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. مهاجيره حمر. رايحنا يا شباب على ربج الدلال برهان ابو الفوز، برهان الفواز. محبيه كثار ابو الفوز والله، متابعينا دائما سلمنا على ابو الفوز. وشو اخبار ابو الفوز؟ شوفت عندكم شو السوق مليان ما شاء الله. هذا يعني بس ربج الدلال برهان. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الله يزيد ويبارك ويرزق العداد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عندنا فطايم يا شباب استطلاعيات موجودات عند اخونا ابو الفوز ما شاء الله تبارك الله. 18 فطيمه ابو الفوز. اي نعم. ايش قد السوم؟
هاي ما عم تمر فيه 900 ليره وبازار 900 ليره وبازار 900 ليره وبازار اي نعم صار فيه 700 700 ليره صار فيه صار فيه 700 ليره عم دفع بين 700 وما انباع يا شباب قطايم كويسات يعني هنا استطلاعيات يعني تاخذهم لبين ما يطلع الربيع هنا ما شاء الله تبارك الله 18 فطيرة ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد كويسات يا شباب ما شاء الله تبارك الله مقبولة شوف هاي هاي حلوة بدنا ما شاء الله تبارك الله موجود عند ابو الفوز اليوم زحمة اليوم زحمة يا ابو الفوز اليوم زحمة ايه نعم ما شاء الله تبارك ما شاء الله حلال كثير ايه نعم ما شاء الله تبارك الله على النبي ما شاء الله وهي اشكار الثاني عند اخونا ابو الفوز ما شاء الله تبارك الله 15 قرقوره 15 قرقوره ما شاء الله تبارك الله اي نعم شكر كلها شكر اذن يا شباب كويسات للتحسين كويسات للتحسين اللي عنده فحل طيب ياخذهن اذن على الموسم الاحناء اذا تلقحن من فحل طيب يرمن رمي احسن منهن قابلات للتحسين هذن اي نعم ايش قد السوم ابو الفوز 1500 ليره 1500 ليره بيزار خشنات ايش قد اندفع لكم بين شيء ندفع بهن؟ لا والله تأخر لا جبت أول ساعة ما صار الزواج اي نعم ايش قد تتوقع أول دفيعة؟ هل تتوقع؟ ايش قد تتوقع أول دفيعة يعني لازم ايش قد يعني؟ يعني تتوقع أول دفيعة لازم 1100 والله 1100 ليرة لازم أول كلمة يعني أول ما زار لازم 1100 اي نعم سومتنا 1500 والمتوقع النمو تحت ال 1100 يعني اي نعم كويسات والله خشنات وزينات يا شباب هذا اذا واحد عنده فحل طيب يتلقحن منه يعني يصير من احسن منهن اذا للتحسين جاهزات التحسين السلاله كويسات والله ما شاء الله موجودات عند اخونا ابو الفوز على راسي ابو الفوز الله يجزيك الخير السوق اليوم كويس يا شباب كويس يا الله الله يبعث الخير يا رب اللهم صل وسلم على نبينا محمد هاي نعجه قرحه يا شباب والله عملاقه ما شاء الله تبارك الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد كبيره حيل ما شاء الله اي نعم تقول حمدانيه ايه يا عمي محمد وراهن واحده خروف وواحده هاي الجبه بس هاي وراها توم هاي الجبه هاي فاضيه؟ لا 10 شهرين ونص اي نعم ما وراها شيء بس اي نعم وهاي وراها خروف؟ اي هاي وراها خروف وهاي الجبه هاي وراها توم اي نعم ما شاء الله تبارك اي نعم وين هذن خرفانين؟ هذن خرفانين الثلاثه هذن ثلاثه اي نعم ايش قد السوم عمي ابو محمد؟ والله عم يسوون برهان 3.5 وانا امبارح بالثاني اعطوني فيهم 350 وما بعت؟ لا لا اي نعم اي نعم ما شاء الله تبارك الله والله هاي باخره ما شاء الله هاي ما شاء الله يا شيخ شوف يعني طول نعجتين ما شاء الله تبارك الله ايش قد سنه هاي القرحه عمي ابو محمد سنه اربعه اي امثال نعجن نعجه زينه زينه لسه ما شاء الله سنه حديد ما شاء الله ايه. اللهم صل على محمد نعجات نعجات اي نعجه والله باخر هاي ما شاء الله تبارك الله اي نعم اللهم صل على محمد ويا الفطايمة المحاريف الطيبة ما شاء الله تبارك الله عند أخونا أبو عمر أبو عمر مروان أبو عمر نتح ما شاء الله تبارك الله فطايم طيبة يا شباب فطايم تسوى حقها شوفوا هاي هاي ولا تلتقى ما شاء الله تبارك الله هاي الثانية ما شاء الله يقدها اللهم صل على محمد تقول نعجة من ارتفاعها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نعم هاي السومة تلقاها من السومة الوحدة 300 دولار يا شباب وما قام يبيع تحت الحكي ندفع له لل 140 دولار وما باع نعم ما شاء الله تبارك الله شوف هاي هاي توها فاجمة ثنية يا شباب بس طيبة ما شاء الله تبارك الله طيبة طيبة فطيمة طيبة يعني اللهم صل على محمد وهاي ما شاء الله يا شباب ما شاء الله حمرة كلها قرقورات دين وحدة فاجمة مبدلة ثنية والباقيات قرقورات ما شاء الله هاي هاي احسنهن اطيبهن واحسنهن هاي اي نعم ما شاء الله تبارك الله هذا القحم يا شباب فحل ما شاء الله تبارك الله صوفته بلديه مهاجير وحمر راس وزين مقبول يعني قحم فحل مكفول ها يا شباب مكفول انطاط انطاح ايش قد صار ايش قد انباع؟ عم يسوق برهان 800 دولار لسه ما حدا دفع فيه شيء اي نعم لسه ما انباع لسه ما انباع اي نعم ما شاء الله تبارك الله عم ارجع اخونا برهان خشنته وزينه يا شباب وعظمه غليظ ما شاء الله وقحم ودباسه حلو ما شاء الله اي نعم بلدي فحل بلدي كويس كويس ما شاء الله قريب من شكل غنم الجملان اي نعم ما شاء الله تبارك الله السوم 800 دولار طبعا سوم عالي يعني سوم عالي بده ينباع اقل من الحكي هذا يعني اي نعم لكن لفه جيرنه كويسه مواصفاته كويسه مقبول ما
من غنم نعيم يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا شباب هاي العنز موجودة عند أخونا أبو محمد بكران ما شاء الله، والدة ثالث بطن، ذرة طيبة زبدة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سنها والدة ثالث بطون، هذا البطن الثالث ما شاء الله تبارك الله. خشان ده زين، رقبته طويلة، رأسه زين، ذرة طيبة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شوفته. وهذا جديها يا شباب ما شاء الله تبارك الله، وراها جدي، وهاي هي. اللهم صل على محمد. خشانة طيبة ومواصفات طيبة. والله أخوي أبو عمر تزبط معك، يعني برأيي إنها تزبط، يعني ما أعرف عاد، يعني الرجال تسايمها 5500 ليرة تركي. إيه نعم، وإن شاء الله على أرض الواقع يعني أحسن أحسن إن شاء الله، في يعني مراعاة. اللهم صل على محمد. عنز طيبة. إيه نعم. إيش رأيك بها أبو قيس العنز؟ كويسة ما شاء الله. إيه نعم. خشانة رأس ما شاء الله. لا جرن لا شيء ما شاء الله. أيوة جديها تقول سمكة ما شاء الله. أي أيوة والله. جديها أقعم. جديها لو قرون. لماذا يا شباب؟ خذ الخالق الحليب. إيه. جدي لحم لحم، جدي ينباع لحم، ما راح الواحد يأخذه فحلان وبلدي. الله يعطيك مسلم. ما شاء الله تبارك الله، والله كويس يا شباب. ما شاء الله، اللهم صل على محمد. تستاهل. و 5500 ما هي السومة اللي يعني بالنسبة للأسعار المعز اليوم سومتها عادية يعني. يعني لازم أقل من الحكي هذا، بس إنه يعني مثل هاي عند غير أبو محمد يسومها ب 8000، صح ولا لا؟ السومة يعني السوم هذا مو سعر حقيقي يا شباب، هذا السوم يقول لك أنا طالب كذا، تحب تدفع تحب تشتري بمعلميتك، هاي الناس كلها تسولف سعر، هذا عرف السوق وما أبو شيء يعني، كل إنسان حر ببضاعته، بضاعة طيبة يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا يا شباب خروف ثني، يعني ثني موقر ورينا ثني، موجود عند اخونا ابو درويش، معروض للبيع ما شاء الله، يعني بيقى عام لف الجرن وزينه، بس خشان دومي زياده يعني، مهاجير وحلوات حمر، صوفته زينه يعني، مواصفاته كويسه مقبوله يعني. اي لا لسه ما اندفع به شيء ما شاء الله تبارك الله، كويس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. موجوده عند اخونا الدلال برهان ابو الفوز، موجوده عند اخونا ابو النوري، صاحبها اخونا ابو النوري ما شاء الله تبارك الله. ايش قد العدد اخوي ابو نوري؟ 11 فطيمه ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش قد السوم؟ ايش قد الدفع؟ والله السوم 14 دفع الساعه هاي وصل. كلها شقر ما؟ كل شقر. ما بقول وحده ما بشي مبدل، ما بثنيه خالص. هذا الدنايف لسه حطاط. اي نعم قرقورات لسات مين بالذات. اذن يا شباب كذلك كويسات للتحسين. كويسات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله كويسات للتحسين يا شباب، اذن عنده فحل طيب ياخذن يرمن رمي احسن من الموسم اللي بعده بناتهن احسن، وهكذا فتره من الزمن يصير عندك بضاعه طيبه. هاي ما شاء الله تبارك الله كويسه يعني. ايه مقبولات يا شباب مقبولات، فطايم من غنم نعيم كويسات ما شاء الله وصاغ سليم. ايش قد الدفع ابو؟ والله ما نطول شيء يا ابو حمد. اي نعم والطلب؟ والله ما نطول. الطلب 14 يعني 100 دولار يعني. 100 دولار خير. اي نعم ما شاء الله تبارك الله كويسه كويسات يا شباب ما شاء الله. وذن يا شباب موجودات عند اخونا ابو النوري ما شاء الله، اذن محسنات يعتبر كويسات مقبولات يا شباب. هذا ايش قد سومتنا ابو؟ والله نسومه 35 3500 اثنين يعني. اي نعم اندفع لك بين شيء؟ والله زاد ما نطنش. عداك العيب والله ابو نوري، تخبير صدق ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طالبين اثنين 3500 طبعا اقل من الحكي هذا شباب، يعني 1500 انا امون عليها، الوحده ب 1500 امون عليها ان شاء الله. كويسات يعني بس نازل بالنجاح. اي صوفتن وبناجن ومواصفاتن كويسات يعني، بس لساتن صغيرونات ها ورديات ما عندنا. حلوات الساحن صغار عمرهم. اي اي. اي نعم حلوات حلوات. وصلنا ربج الدلال ابو عواد الابرز. والله ما لي صوفها. ايوه الزلمه قاعد يصغيره. على راسي كلهم. شنو؟ صعب يا رجل الدنيا صعب. في بازارات بالسوق يا شباب في بازارات. في بازارات بالسوق. والله ما هديك. تعال هيو تعال هيو واحد صلى الله عليه وسلم واحد اللهم صل وسلم على واحد محمد
واحد يا محمد واحد انا روح ايوه انا بدي اشتري هالعجوبه واحد يا ابو اشتغلنا واحد اشتغلنا سنين والله سنين ايش يا عمي اشتغلنا والله ما لي سوفا والله ما لي سوفا احنا على رجل الدلال ابو رحيل يا شباب في هذا الثني اللهم صل وسلم على نبينا محمد مدكوك لحمدك ما شاء الله تبارك الله اي نعم قام يقول له 32 وقام يقول له 37 الكيلو الطلب 37 والدفع 32 ثني لحم ما شاء الله تبارك الله اي ما شاء الله وهذا الحم طيب لساته ثني يعني يعتبر دغلي يعني مش هذا حكي 500 ليره هاي اللهم صل على محمد يا ابو رحيل ايش قد بي لحم تقريبا والله عند الله تقديرا يعني تقديرا لحم شف ولا لحم لا لا هاي واقف حي واقف هيك بلا 95 ان شاء الله تبارك 95 يعني مثل هذا لازم يرمي اذا 95 لازم يرمي فوق ال 50 لحم بس لحم بعظمه اقصد يعني بعد الذبح نقصه يعني والله بستة باهي بس دور اللي هذا لك هذا؟ حول سيارة هذا لك أبو إيه لا حول سيارة الله الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله ما أعرف الله هو اللي طلع ان شاء الله الله هو اللي طلع 36 لا بالله 36 ماري والله قلت لك ماري الحمد لله اشتريت متوازي على بيت اشتريت سبعة اشتريت سبعة اشتريت سبعة طيب يا شباب قام ينطلب بي 37 ليرة تركي بالكيلو طيب والله طيب وذلنا خروفين يا شباب موجودات عند أخونا أبو رحيل إيش قد سنهن أبو رحيل أذنا هلا لسه على رمضان تكفل السنة يعني بدن شهر ونص شهر ونص تكفل السنة سنة ثنيان طول 400 دولار اي نعم 400 دولار قام يندفع بين فحول شغل فحولية يا شباب يوسف تعال شوف لي شوف يوسف شغل فحولية يا شباب واحد اشقر واحد محمس اي نعم اصحب اللهم صل على لحق على الشقار هذا لحق اجير كويسات اي والله كويس هذا يعني لو شقار وادبس شوي احسن من الاسحب لو شقار وادبس شوي لكن شقار وكاشف عادي يعني قال ذمة الدلال عم يدفع بين 400 دولار هذا عندي يا خاي اي نعم ما شاء الله عن زين ما شاء الله تبارك الله موجودات عند اخونا احمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وهاي الثالثه ما شاء الله وراها جدي اللهم صل على محمد عند الدلال السلام عليكم الله يعطيك العافيه الله يسعدك هذنا ثلاث معزمو وراهن جدايه اي اكيد ايوه صلي على محمد ايش قد سومت انا ابو شلم خبزه 12 ايش اقول لك ابو 7000 والله جيت من حق الاثنين قام يقول 2 8000 يعني 4000 العنزين الحمر مو 4000 4000 اي 4000 اي نعم اي نعم الله يجزاك طلع عنزين هذا الشباب قام يندفع بالوحدة 4000 4000 قرار طيبة أنا ما أحب اللمة ما شاء الله تبارك الله لا تخصب علي أمر هاب والله قام وعلي ب 10 12 بدو 10000 والله كثير أبو مقبول مقبول سعر مقبول يعني اي نعم اي نعم ما شاء الله جد جد الله يعطيك والله والله حق والله حق هذه بس قلت له ايش قلت له؟ يقول 8000 10 ايوه حكينا حكينا ب 9 خيو 9 الله يجبر انا اهم 10 يا ابو نادي اخي 8000 مرتفع على الله لا والله والله ب 9 ابوي ما يقفها حكينا ب 9 لنشوف لاني عارف ايش دافع حقها لان المعز يا ابو 10 طيبة والله اي والله ضرار طيبة هاي حقها 7 والله يا ابو 10 يا ابو 10 والله مو بياع بازار يعني قام يتوفق بين الثمانية والتسعة يعني اي نعم اثنين بارك الله اضرار طيبة والله يا ابو اي والله ما شاء الله اي هذا بس حقيقي يا ابو عمر خاليات 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 ترى
هناك نركز هنا خلينا هذه ناجي وين هاي معها لا لا هاي ما عليها شيء ناجي حطها على ناجي عليها هي تروح حق بس بس والله الله يلا عجد بازار انه يا حج يا حج يا حج شباب نحجوا اقسم بالله العظيم والله يا جماعه يا ابو احمد ما له صلاه لسه عدال هالماجد والله قال لي مصر عدال الماجد لسه ما جه عدال هذا صفك المصري والله يا شباب الطعام يقول مين يا حج مين وثلاثه يا ابو ناجي اثنين وثلاثه فول ايوه يا الطعامين حنطة وفول وشعير صلى على النبي يا شباب الله يبارك والله اظن عجات محسنات يا شباب اللهم صل وسلم على النبي محمد ما شاء الله تبارك الله موجودات عند اخونا ابو ملحم اللهم صل وسلم على نبينا محمد عجتين حمر دبس ما شاء الله خشانه وارتفاع هذيك والله اعلم يا شباب حاطه بتوم يعني والله اعلم حاطه لاولاده يعني ما شاء الله تبارك الله عشتين اذا صورناهن قبل يعني اي نعم ما شاء الله تبارك الله اي نعم عشتين كويسات يا شباب اضرار طيبة وشكل طيب ما شاء الله شوف اريد مشان تبين ضرتها وجهها وراسها ما شاء الله تبارك الله اي نعم كويسات والله ملحين مش قد اندفع لكم بينا ذلنا البازار الماضي مش قد اندفع بيهن شوك ابو ملحين ندفع بين 2-6000 قليل والله هم اعطوني لازم هم اعطوني هاي 3.5 بهاي 3.5 اي نعم ما شاء الله تبارك الله العجتين طيبات يا شباب شوف على الراس نقول نجديه ما شاء الله ايوه ايش قد فاصل هنا ابو ملحم ايش قد 8 اي نعم عم يطلب بهن اخونا ابو ملحم 8000 هاي حاطه وهاي لا لسه بدها شوي ايه بس هاي اتوقع هاي تلت قبل يعني اي نعم ما شاء الله اتوقع هاي بيها توم والله اعلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد شوفوا الوجوه يا شباب ما شاء الله تبارك الله والله وجوههن حلوات ورؤوسهن زينه ومهاجيرهن كويسات مثل ما انتم شايفين ما شاء الله اني احاول انطيكم التفاصيل كامله اي نعم قام يطلب الوحده 4000 اتوقع يعني اقل من الشياذ بشوي يبيع يعني ما شاء الله تبارك الله شوفت ايه شوف على الراس ما شاء الله عجات طيبات يا شباب صراحة اي نعم وعشار وحطيط ما شاء الله هاي ندفع بها الحالة 3500 اي نعم هذا يا شباب ما شاء الله تبارك الله خاروف شغله فحولية اللهم صل وسلم على نبينا محمد موجود عند اخونا الدلال برهان الفواز ما شاء الله كويس والله يا شباب يعني لفة جرن طول رقبة ما شاء الله وقفته حلوة مهاجير وغلاظ مشعرات مهن مصوفات مهاجيره يعني مهن جرد يعني ما شاء الله تبارك الله والله كويس يا شباب ما شاء الله والله كويس يا شباب معنا تو فاجم تو ها رقبة طويلة ما شاء الله راس وزين اللهم صل على محمد اي والله لفت جرنه جرنه يعني ما شاء الله جالس يعني ما شاء الله تبارك الله كويس والله يا شباب موجود عند اخونا ابو عمر اللي له بمصلحه تواصل معنا نوصله مع اخونا ابو عمر موجود عند اخونا ابو عمر يا شباب على رجل دلال برهان اللي له بمصلحه يتواصل معنا نوصله مع اخونا ابو عمر صوفته زينه ورقبته زينه وخشانته كويسه مقبول يعني تو مبدل لسه اي نعم اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله واذن عند موجودات عند اخونا ابو احمد يا شباب تو صورناه اثنين بدايه الفيديو وجاب الثالثة يعني هذا من غنم واحدة عند أخونا أبو أحمد وأبو نوري ما شاء الله تبارك الله أي نعم حلوات والله يا أبو أحمد ما شاء الله كويسات خطايا محسنة يا شباب كويسة لساتنا صغيرونات ها شقد سنن أبو أحمد شقد أدري أدري فطام بس شقد يعني يعني سنن ورديات سرحيات لا خاميات جنيه والله حتى دباسن زين يا شباب يعني دباسن حلو ما هو الزيت يعني ثلاث مبنجات ابو حمد ايه كلهم مبنجات كلهم ثوب واحد حلوات والله حلوات ما شاء الله وذلنا الثلاث الثانيات كذلك موجودات عند اخونا ابو احمد وابو نوري ما شاء الله تبارك الله هذا حجم اصغر يا شباب شوي يعني من اللي صورناه اول شيء هنا ما
شاء الله تبارك الله. شقد سوم انت هذا ابو نوري؟ والله انا سوم 14. اي نعم. وش قد اندفع لك؟ والله ما اندفعني شيء، اليوم تحمد حلال يعني قام يسوم 100 دولار اشياء. انا اقول لك يعني الوحده طايمه كويسات حلوات. اي نعم ما شاء الله تبارك الله. شباب انباعن على ربجة الدلال برهان الفواز ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صارا ب 1150 ليرة تركي خرفان ورديات. اليوم الوردي أغلى من السرحي يا شباب، الوردي أغلى من السرحي. هنا هاي احنا بسوق الغنم يا شباب، سوق اللحم عفوا، سوق اللحم عند ولد إبراهيم. هذا معنا، هذا معنا. حياك الله ابراهيم، الله يحفظك ويسلمك. شلون اسعارك اليوم؟ الحمد لله الامور كويسه تمام. اللهم صل وسلم. اسعار 30 لل 41. اللهم صل وسلم. شنو سبب تحرك السوق سيدنا اخوي ابو ابراهيم؟ يعني متحسن السوق؟ غالي حولنا، حوالينا غالي. السعر برا اغلى من عندنا. ايوه اي نعم. يلا يا رب الله يبعث الخير. كويس اليوم الدغلي انباع ب 41 عندك الطيب يعني. اي نعم. اي نعم ما شاء الله تبارك الله. الله اي نعم ما شاء الله. اي نعم نفقت الشباب، نفقت ما شاء الله. شلونكم يا ابو احمد؟ ما شاء الله تبارك الله. اليوم ابو احمد عندنا ها. شلونك ابو احمد؟ الله يسعدك. مالك بالعاده ابو فارس ما يشتري غير الطيب. اي نعم غير لحمه الطيب للطيب يا نعم. يا حي يا حي. صرت حسنه يا بيشتري بس صرت تطلع عليه. هاي الكباش عند اخونا ابو علي. ايش قد اوزانها يا ابو علي؟ والله يطلع من فوق ال 110. ما شاء الله تبارك الله. ايش قد السوم؟ ايش قد الدفع؟ السوم 41. 41 دفع لك مين شيء؟ دفع لي 2 دقائق. اي نعم. ايش قد؟ 37 واحد. اي نعم ما شاء الله. والله هذنهم انهم هات الصدقه. هذن اللي نذبحن يتوزعن على الناس. اي والله. رضوان حر كلها. اي والله ما شاء الله. ايش من كبار؟ لا لا لسه احنا الاول. اي ثنيان يعني ثنيان وربعانين ما شاء الله تبارك الله. اي نعم ما شاء الله ما شاء الله. لا لا ربع ربع لسات وثني وربع ما شاء الله تبارك الله. الشباب اوزان عاليه والله. ايش رايك بين عمي ابو احمد الاوزان هاي؟ اي والله بضاعه طيبه ما شاء الله. عماليق ما شاء الله. اي والله اي والله ما شاء الله. كم لكن كمل لله. اي والله اللهم صل على محمد. نعم صب صب. اي والله ما شاء الله تبارك الله. هذن امهات الصدقه يا شباب. هذين امهات الذبح. اي والله اهم شيء. اي والله النذر هذا امهات النذر والصدقه والذبيحه. اي والله يلا يلا. لا والله اي نعم في شرف ما باخذ. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ايوه ما شاء الله تبارك الله. عموما يا شباب رقم اخونا ابو علي موجود معنا، اللي له به مصلحه عندنا تواصل مع ابو علي اللي يحب يشتريه. الله يجزيك الخير يا ابو علي. خلاص والله سلام. هذا سوقنا اليوم يا شباب. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافيه. تحياتي لكم اينما كنتم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. الله يجزيكم الخير اينما كنتم يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.